السلام عليكم. وعليكم السلام. أمدرا مربوح. والو ما كاين حتى شي أمل. إيوا شنو المعمول؟ غنبقاو نتفرجوا في بنتنا هكا تدير في راسها شي مصيبة. إيوا شنو غادي ندير؟ أنا السيد اللي صيفط عنده دريس باش نتسلف من عنده راه كان غيضربني حتى النقص. أويلي ياك ما خسرتي مع الهضرة. مشيت غادي نتسلف منو 10,000 درهم، قلت له على مدة ديال عامين، قال لي غادي تردها بثلاثة. يا ويلي يا مربوح مليون بثلاثة؟ هذا كان عليك تديه للكوميسارية وصافي. أنا لاش بيني وبينو؟ أش داري لهاد القرع المشط لي راسو؟ صافي ما سهل شي الله ما عندي ما ندير. أنا كنت دائما كنحلم أن بنتي تولي طبيبة، كان دائما عندي الأمال بأن شي نهار غادي نكون غادي في الطريق وغادي يقولوا عليا الناس شوفوا هذاك راجل طويل هذاك بول الطربوش داك وليدي داك الزوين هذاك راه والد بنت طبيبة. كنت دائما كنعتقد أنني غادي نمشي نشد سيرفيس مع المرضى وغادي يقولوا يقولوا الطبيبة باك راه جا وغادي يقول بهم صبقوها وانا شاد في باك وكنا وهي كتدخل كتقلب لنا الطنسير. صافي يا مربوح صافي انا غنمشي نجيب الصديق. بنتي ضاعت مستقبلها مشى. هانت هانت هي باللي عطا الله نبيعو باش تقرا بنتنا. ناضيه تفرط في الذهب ديالها. واش انا فايق ولا كنحلم؟ عجوبه. السلام عليكم. وعليكم السلام مربوح. ما زيدتش اليوم بكري. هو انت اللي عاد داخل اللي جيتي بكري ياك ادريس. هذا بحيت كستي انا عيطت لك في التليفون بس نقولك انا ما زايس صح هما قالوا لي انت راه ما كاينش. انا مشيت غير مشيت للسوق نبيع شي دماج ديال نظيره الساعه ما جابوليش حتى الثمن وعاود رديته. مربوح مربوح ستي الدماز في هذا الوقت ما بقاش كيزيبوا الثمن ولاو مديرين غير المخصر ياك. السي مربوح السي دريس السيد المدير بعث لكم بهذا الفاكس وقال لكم غتجاوبوه من هنا لثلاثة دقائق و24 ثانية. اخويا سير قول له اخويا راه هادشي بزاف وهاد السي غيمكن يدير ما يمكن يدير هاد التوقيت الا واحد. شكون زعما؟ ياك ماشي واحد فينا حنا. ولا اما سعيد عويطة ولا هسام القروز. شوف وليدي يا محمود الله يرضى عليك هاد المرة ملي تجيب لنا شي حاجة بحال هادشي ما تقول لنا شي الفاكسات قول لنا الفاكسات بالقع. سي مربوح كيبان ليا بحال الا شيء ما انت مشغول به. يا سيدي بعد من السيد خليه راه خلق فهم بنت واه. على كاين شي مشكله السي مربوح؟ الا كانت شي حاجه انا مستعد. لا وليدي محمود هادشي اللي عندي انا صعيب عليك شويه ما تقدرش عليه. وباز عباد الله والله لا باز. مربوح بغى الفلوس يلا موز زبد سلفو. وكون كان عندي فلوس بحالك كون على الرسول عين سلفو على مالاش فيها. سمعتي يا دريج سمعتي يا خويا اش قال؟ قضيناها. وشحال ناوي تسلف سي مربوح؟ مليون غير مليون واحد. والمده اللي غتنوي ترد فيها هذا المبلغ شحال؟ ايوا ما نكتبش عليك ما نوعدكش بشي حاجه ما نقدرش عليها. اقل مده هي 24 شهر. انا يا عباد الله بغيت نعرف تراسل. انا راه غيحمقني واش هذا كيستاهل معانا ولا تبع مصلحه الضرائب وزيد عليا تسلم سي مربوح. نعم اخويا هاني لقيت لك واحد الوصفه غادي تحل بها المشكل ديالك. واخا خويا عتقني بيها انا مزوق فيك. نظيرة 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 امر تعمل اش داكشي يا خويا؟ واش انت هو نظيرة؟ اش داكشي في يدك؟ اش كدير انت هنا بعدا؟ هادو عاشي خزوات كنجرهم حسيت بالنظر ديالي بدا كيقل. اويلي عندك تكون كتاكل ليا الخضره ديال الدراري ديال السيمانه. لا هادو راه نصرابعه جبتها معايا من الزوطيه. سير سير نهار كامل وانت كطحن كون غير كنبين عليك. نظيره الله على بنتي كانت وريده ولات كدبل قدامي. صافي لالا وقيلا جاب الله الفرج. بصح مربوح بنتنا غادي ترجع لقريتها. واش حنا كنلعبول؟ والله الا كنت كنقولها مع بالي كنقول يا بنتي يا نظيره راجلك مربوح ما غادي يمشي حتى يلقى الطريق. يلقى الطريق؟ مالي انا كنت تالفون. لا كنقول زعما ما غادي تمشي حتى تلقى الحل وبنتها ترجع لقريتها. معلوم. شوف يا نظيره انا راه ما يرتاح ليا بال وما يمكنليش نحس على جنب الراحه
الا الا شت بنتي صبحات دكتوره ولابسه كل شيء بيض ودايره اللي قال. مصاب انا دايره من فمك والله مصاب. قول لي يا بعدا. نعم. كي درتي تلقيتي الفلوس ديال الكتوبه؟ ايوا لا غير هذاك محمود اللي شاوش عندنا في الاداره هو اللي مسكين فتح عليا واحد الري. الله يعطيه الصحه. وشنا هو الري اللي فتح عليك؟ قال لي يا ودي سي مربوح فعوات لي غتبقى كتطق على عباد الله وما كيردوا في وجهك وانت باغي تسلم وبقاو كيجلقوا فيك، سير مباشره لعند شي شركه ديال القروض وتشري لك تلفزيون وثلاجه. مربوح حنا مازالين كنتكلموا على المشكل دلوبنا ياك؟ معلوم راه التلفزيون والثلاجه راه هما اللي غادي يدخلوا لوبنا لكليه الطب. انا مزاوقه فيك الا ما تفسر لي، شتك اخويا كتدخل وتخرج في الهضره انت فحال الله. هادي ما قشعتي فيها والو انا دايره. شتي دابا هذاك التلفزيون والثلاجه اللي غادي تخلصوا معنا الشركه ديال القروض غادي نشدوهم حنا ونبيعوهم وبفلوسهم غادي نشريو الادوات لوبنا. والله ما طاحت ليا البال. هي ربي جا الفرج ياك. معلوم انما غادي يواجهنا واحد المشكل بسيط ولكن حتى هو غادي نلقاو ليه الحل. اش مشكل عاوتاني؟ المشكله لالا هو خصنا لمن غادي نلصقوا هاد الخردعه. قولي لي اختي السعوديه كي جا كتي ديالي؟ مارت ما بيش وقيلا بحال في المذاق ديال الزعتر. ويلي على الزعتر الله يجيبك على خير، هذوك راه العشوب. العشوب ويلي يا نظيره يا اختي، العشوب راه كيكونوا مع القهوه ماشي مع اتاي. الله يهديك اختي السعوديه، دابا كما كتعرفي دابا عندي في الدار طبيبه اللي قالتها ليا كنديرها. طيبه لونه ولا الطبيبه دغيا باقا كاع ما بدات القرايه ديال الطب. وين على باقا ما بدات القرايه ديال الطب؟ رجعت الطبيبه وكتشد ليا الطنسيو وكدير ليا الصناطه، عرفتي كتحط ليا ديك الصناطه فوق قلبي كيبقى تيك 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 تيك. لا انا اللي مربوطه. لا لا صافي بسلامه بسلامه. يا الله كتجلسي ويلي انا ما كملتي حتى كاس ديالها حتى جلسي. وانا اللي تحتي السعديه باخاك على واحد الغرض. داكشي علاش عيطتي ليا انا موجوده. شتي دابا مربوح جاوا شي كادويات هاد الايامات، واحد مولاتي الثلاجه فعلا تركه واحد التلفازه ديال الفريع وباغا نبيعهم، وانا نقول مع راسي يا نظيره ما تلقيش ما احسن من صاحبتك وجارتك وحبيبتك السعديه. اشنو تشري؟ ما نردهمش عليك ولكن ما عرفتيش بين يلاه بدلت الكوزينه ديالي كلها. واخا خد غير التلفازه. ايوا بسلامتك يا لاله بسلامتك يا لاله نظيره على واحد التلفازه عرفتي الكرون ديالها قداش جاتني غير كادو. كادو؟ ايه عطاوها لي فابور مع شي حوايج شريتهم قالوا لي خذي هذه كادو. نظيره خسرت لك البيعه وزيدها بتاي بالعشوب مصيبه كحله صار. رابح رابح ما كاينش اخويا اللي غادي يحل لي هذا المشكل من غيرك انت. ايه رابح خاصك تعاون خوك. ايه واخا بالحق خاصكم حتى نتوما تعاونوني بواحد العصير. هذاك خيزو اللي كليت بنهار دار لي الحرقه. نظيره. نعم. سيري الله يرضي عليك وجدي لي شي عصير. هو الاول. تفضل تفضل انا بعد تفضل اخويا تفضل. هلا اخويا اش حب الخاطر؟ قلت لك رابح عندي واحد التلفزيون وثلاجه جداد بغيت نعاود فيهم البيع. وليتي بزناس ولا؟ سيدي ما يتسالك. لا 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 غير هادو شي تلفزيون وثلاجه خديتهم بالكريدي وبغيتك تقلب لي على الشاري اللي نعاود نبيعهم ليه. ايوا اش غنقول لك اولد مهمتي هو احسن لك تبعد من التجاره. شكون غادي يبقى يشري من عندك ثلاجات وتلفازات مليوحين طاطا برطال في الزوطيه؟ ايه ولكن هادوك راه كيبيعوا كونتربوند انا رانا غادي نبيع بفاتوره. حتى هادوك اللي في سوق العفاريت ولاو كيعطيو الكارانتي. ايوا وشنو المعمول؟ شد رد وبعد لك من هاد الشيء. ها العصير. ردي العصير. شد الرد عاونا عليك بكري. انت معك ما يمكنش غادي تموتي بالجوع. من قالو تبعد مني؟ سمعي لبنى انا اخوك الكبير خصك تسمعيني. سمعتي؟ هاكي كلها تفاحه. الا يلا هاكي كل هاد البيض مو صافي عرفت كاش بغيتي. هاكي لالا هاكي مشكليطو. صافي لطفي قلت لك ما غناكلش هي ما غناكلش. راه الا بقيتي بالجوع راه غادي تموتي.
داكشي اللي بغيت انا، راه انا بالنسبه ليا ما كاينه حياه بلا قرايه. ولكن لا، واش عرفتي الا متاش غادي يوقع لي انا غنبقى بوحدي في هاد الدار انا وبابا وماما في العذاب الشديد. شوف لطفي، انا راه قلت لكم ما غناكل ما غنشرب حتى تردوني لافاك، ولا بغيتيني نبقى معاك اخويا عاوني عاوني عافاك. ايوا انا معاونك، ها الشكليطو ها البيض ها التفاح، اش باقي بغيتي؟ وانت كاع ما تستحقي بعدا، ما تستاهلي حتى نزيد اش دوزتي عليا فاش كنت كنسقط، كنت مدوز عليا قهره وتكرفيس. ما عمرني نزا هذاك الشيء، ما عمرني نزا ديري كانوا كلشي دايره ليا، انت اللي كنتي كتعمريو بيضا هي الاخرى ما كنلقاها للدواء. صافي صافي صافي، دابا راه اللي فات مات، حنا ولاد اليوم وزيدون دابا هذيك لوبانا الا خرجت من القرايه شنو غتبقى دير؟ شنو غتبقى دير؟ هذيك راه غير حمقه، غادي تولي تسمع الهضره من هنا وتوصلها لهنا. شكون هي؟ لوبنا. وليد اجي قري بنتك. شكون؟ اهلا. اي اي كيف زعما الانسه ابتسام ما كتعبرنيش؟ انا دابا غنوريها لطفي اش كيسوى. لبنى عرفتي البارح لافاك دارت بوم على قبلك؟ واو هي شخطوها شطح وصافي. على شويه العافيه ودرت القنابل. كيفاش على الوقت ديال عاشوره وصلونا ما فخباريش؟ اللي كاينه لبنى هو كلشي في راسو البروبليم ديالك، الاساتذه والطلبه مضامنين معاك. ولي بخير، هي غادي يديروا مظاهره ويخرجوا في الزناقي ويبقاو يقولوا بلا لبنى الطب، لا بلا لبنى الطب، لا غيبقى فيهم الحال وصافي. سمع انسه ابتسام، خصك تعرفي بانه الاب ديالي انايا الكلمه ديالو ابنه الفم ديالو، خصك تعرفي بانه الاب ديالي الا فات حتى تاخد شي قرار فعارفي داك القرار لا رجعت فيه ولو طارت معزه. ما عمرني ما شفت شي معزه كطير لطفي. كتجادني. سمع انسه ابتسام، نقول لك خصك تعرفي بان الانسه لبنى عطا الله واحد الاخ ماشي بحال جميع الاخوه، عطا الله واحد الاخ اللي غادي يحل المشكل ديالها. ما بالنسبه للاب ديالي انا غنعرف كيفاش نتفاهم معاه، غادي نعرف كيفاش نقنعو باش يتنازل على الراي ديالو. الا نجحتي غادي تكون حتى هو سوبر لطفي ديما مرفوع في السماء. سمع الانسه ابتسام انا مرفوع، انا الحمد لله ديما مرفوع. انسه لبنى لاباس قوي ولي طاح. ايوا هزني. متى انسه لطفي عافاك اخويا ما تنسانيش. هو هاد الكليب مازال ما بغاش يسالي خلاص. لا يا تبارك الله كان سيدي تلعب الخبر في راسك، ما شفتيني ما شفتك. طلع لبيتك. فينكم؟ الوالد على السلامة. الله يسلمك الكريمينيل. توحشنا كده. سير لهي سير لهي. أنا عارفك ملي كتغبر كتوحشني وغير كتجي كتبغي تغدى الضحك معايا. ضحك راه فيكم أجيب الدنيا أخبار. بنية صغيرة قد دوكها حليب أمها بين دراسها تنوض أنت تقهرها وتخليها جالسة في الدار. الوالد غير انا فكرت قلت البنت كبرات وقبطات الباك، الله يجعل البركه نشوفوا لها شي ولد الناس اللي يسترها. مالها يسترها؟ مالها هي كريمينيل بحالك، البنت الوحيده في العائله اللي محمره لينا وجهنا وما مشوهاش فينا العديان. فسيدي يا مالك بنتي مالك؟ جابك الله بوحدو، ما كاينش اللي غيفكر من هاد الحصله قدك. بلاتي يا بنيتي بلاتي، انت بعدا نفكوا حيلي مع هاد المجرم هذا. واش الله هذاك الولد واش انا كرهت؟ واش راه عندي الامكانيات باش غادي نخلص مليون في العام غير ديال الكتب؟ انا رانا كنت كنحلم باش تولي بنتي طبيبه، ولكن الله غالب شافني الله وعذرني. وراك انت براسك ديما كتقول لنا ديك المثله اللي كتقول لنا بنادم واخا ينشف ويعرق راه اليد وحدها ما كتصفق، ياك انت اللي قلتيها؟ معلومه انا اللي قلتها. ايه بصح با سيدي، بابا مسكين ما كرهش واللي في جهدو راه دارو. سمعوا هادشي كاع واقع هنا وانا ما في خباريش؟ واش انا جدكم ولا عدوكم؟ بنتي نوبلا من الان قرايتك على حسابي. صعب حدو كل عام بنيتي نذبح عجل ولا بقرا على حسابك. اه غولي لينا طبيبه. ليلي خطك علينا بحدو. شوفوا الشباب اللي غادي يبدا يجيب البقره ولا العجل من العام العام، انا اللي غادي نخلص الجزار اللي غادي يذبح. بصح لا عطيني السم. لبنى لطفي
اجيو اجيو اهبطو خلاص باش نمشيو. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. انتم راهما ابنائي وفلدات كذيبي. كبيدي كبيدي. شوف الوالده كاع الحاجه اللي تقالت عليك انت خفت على ولدك لطفي. معلوم انا عارف انا ماشي رانا ولد الرجاله. وحتى الطوبيسه بابا بلاش. لا 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 بنيتي لا، انت خصك تركبي في الطوبيس لانك باقا صغيره وبنيته زوينه. انا خلي داكشي ديال رجلي نخليه ليا انايا. لا شوفي هالونه خوك الكبير هو اللي غادي يخلص عليك الطوبيس العادي. الله يرضى على ولدي الله يرضى عليك يا لطفي. ويلاه بنيتي نمشي ورا هذا الجهد راه قريب الطوبيس يدوز علينا. انا نيت راه الطوبيس ديالي ها هو هو غادي يوقف دابا. واحد جوج بوليا انت ما غاديش هذا نمشي غير يلا لبنى يلا معنا. لا خويا غير سيرة. ايوا تبقاو على خير. جاب الله بعدا هاد منصور هذا وفر علينا تمن المركوب ديال خوك. يلا بنيتي يلا. عاوتاني خصنا ندبروا على الشاري اللي لصقوا له هاد البيعه وشريه. شنو هو هاد المشكل؟ وعولنا عليك بكري. خصنا ندبروا على الشاري اللي لصقوا له هاد البيعه وشريه. ولينا غا طبيبه. ليلي حطك علينا بعدو شي تغريده. شوفوا شوفوا ملي يجي با يجيب العجل ولا البقره باش ندبعوهم انا اللي نخلص القزاز. شي تغريده. والله الله يعطيني السم. انا اللي نخلص هاد الهيبه اللي عندي اللي عطا الله نبيعوها باش تقرا بنتنا. الله يعطيني السم. نظيره تفرط في الذهب ديالها. واش انا فيق ولا كنحلم؟ هاد الهيبه اللي عندي اللي عطا الله نبيعوها باش تقرا بنتنا. نظيره تفرط.